السلام عليكم. تمكنت فرق الحماية المدنية من انتشال جثث الضحية الثانية والثالثة من جنس ذكر وأنثى متوفيين من تحت الردوم، وعمل الأعوان على إخراج الضحية الأخيرة المتبقية تحت الردوم لترتفع الحصيلة إلى 3 وفيات و2 مصابين. وكانت مصالح الحماية المدنية بالجزائر العاصمة مساء أمس الثلاثاء قد انتشلت جثة من تحت الردوم إثر انهيار بناية بشارع عبد القادر زيارة ببلوغين. الحماية المدنية بدورها وفي حدود الساعة 8 إلى الربع تمكنت من انتشال جثة شخص كان محصورا تحت الردوم، ويتعلق الأمر برجل في العقد 6 من العمر. وأضاف المصدر ذاته أن الجهود تواصلت إلى غاية ساعة متأخرة من قبل وحدة الإنقاذ والبحث بالأماكن الصعبة والوعرة وفرقة البحث بالكلاب المدربة بالتدعيم مع أعوان وحدة بلوغين وباب الوادي والوحدة الرئيسية إلى حين العثور على كل ضحايا سقوط المنزل، والذي يرجع إلى انزلاق ترابي حدث جراء كميات الأمطار المتساقطة.